نتیجه بشنی عدامت سياسة متخذة من طرف الحكومة لتدبير جائحة كورونا. دابا بغيتي تكون منطقي، راه كلشي باين قبل عينك. عندك 700 حالة في المغرب حاليا، 700 حالة في المغرب اللي هما اسمبتوماتيك، معنى انه ممكن تبان فيهم كورونا، ممكن تبان فيهم كورونا وممكن ما تبانش فيهم، ولكن نظرا انهم كانوا قرب شي واحد عنده اعراض ديال كورونا او جا من واحد المنطقه كان فيها كورونا، يفترض انه ضروري نراقبه قبل ما تبان فيه الاعراض ديال كورونا، لسبب بسيط انك يقولوا بانه وذا كانوا الناس اللي ممكن يكونوا تقاسوا بكورونا، ممكن لهم شي يقيسوا واحد اخر، ولكن احتياطيا قبل ما تبان الاعراض اللي هي كيمكن لا تلصق في واحد اخر، حنا نخليوها في الحجر الصحي ونشدوا عليه مده ديال 15 تنتاكدوا بان اعراض المظاهر ديال كورونا ما بانتش عليه. ولكن هادو كلهم اليوم 15 جوان 2020 هما 700 واحد. شحال من واحد كاين في المغرب مصاب اليوم بكورونا؟ 15 واحد. مغاربه راه كاين 15 واحد في المغرب كله مقاس كورونا اليوم 15 ابريل 2020. ودا وزير الصحه كيقول لي انا مش غنصوبي، خرج يقولها ليا ويتناقش معايا في التلفزيون. واللي في الكوما من هاد 15 أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة، وماتت الله يرحمهم بزاف ديال الناس، كثير ديال الناس، ناس قيمتهم مهمة بالنسبة للمجتمع المغربي، هي شي 200 وكذا واحد، بزاف واحد راه بزاف اللي لا نقاش فيه. دونك كنظنوا بأنه لكون عندنا 15 الناس مصابين بكورونا وأربعة في الكوما، تخلي 35,000 مغاربة مسيبين في الزنايق في أوروبا، و 35 مليون ديال المغاربة تديروا في الحجر الصحي مقابل مهمة. ما كنقولش بأن 15 ماشي مهم، 15 بزاف خصنا نعالجوهم، هادي لا نقاش فيها. لكن كنظنوا بأن الحياة كلها سببها هي محاربة كورونا وتدبيره. على كل حال انا ماشي طبيب، ولكن باش انا تدخل ليا في راسي بان كيكفي الحجر الصحي باش كورونا ما تنتشرش، نقول لك هذه عاودها نجحها او نعاودها لهم في الحمام، لان كورونا ماشي كتشوف الزنقه خاويه وكتمشي في حانه نجيه اللي فيها السكان، او كتمشي لبلاد اخرى، او كتمشي تزور، او كتمشي للحج ودير العمر. لا، كورونا كانت زنقه عامره ولا كانت خاويه ما كيأثرش عليها، باش نكونوا متفقين. دونك الخرافه بانه اذا بقيتي في دارك كورونا ما تبقاش، كورونا كتعالج بالدواء، لا نقاش فيه. باش تعالج بالدواء كخص الاطباء والصحه العموميه تخرج عند المغاربه، تشوف المغاربه، تجيب هذوك اللي في الخارج ودير لهم تحليلات، دير فحوصات، وتشوف اللي مريض وتعالجه. هذا هو الصح، هذا هو التدبير. اما سير تخبع في دارك ونخلي ضربوك، هادي كانوا كيديروها في القرون الوسطى. بالك ظنوا رقيقة دقيقة بأن ووهان في الصين راهم حاربوا كورونا لأن داروا الحجر الصحي، لا، هما حاربوا كورونا لأن داروا الدواء اللي قال لهم ديك الأستاذ ديال مارسي، واللي كي سانوفي كتصنعوا في المغرب، أكبر معمل اللي عنده ديال شي دواء ضد الماليريا وضد شي حاجة كاين فكنظن في جديد، المهم كاين في المغرب، ما عرفتش فين كاين سانوفي، ولكن كاين في المغرب. تعالج لنا الشيء، تقول لهم بقاو في دارك ولا نخلي ضربك، شيء واحد اخر، تصرف تخلفي محض جدا. تقول لهم بقاو في ديوركم باش الفيروس ما ينتشرش، واحد 15 يوم، واحد 20 يوم، يمكن شهر، يمكن، ولكن خص تمشي،
مشيت تواجه دابا بغيتي دير الحرف حنا كتقولوا كورونا راه حرب ضد العدو الذي لا نراه وكذا وكذا ديك الخرافه وتهمونا بان حرب ونحن منتصرين وكذا وكذا ما خرجت حرب سير فين كان كورونا داوي الناس هذا هو ديرتوا لينا مستشفى في المعرض ديال الدار البيضاء مزيان ولكن ما تخليو حد ما جبتو حتى حد علاش تطلعوا معرض في الدار البيضاء ودا حتى واحد ما توصلوا له كنتو تجيبوا الناس غير ديال سبته وليليه كنتو تجيبوهم ونتوما قبلتوا انه كاين مساحات في المغرب يمكن لك تطلع فيهم مستشفيات ديال الحرب من طرف الصحه العسكريه مزيان انا احترمهم كنعرفهم بانهم اكفاء ديك الناس هذوك ولكن جيب الناس جيب الناس اللي في الخارج وحطهم تماك وشوف باش تقول لي كيفاش غادي التدبير هو بقى في دارك ونخلي ضربك التدبير هو ما تدخلش للمغرب بقى في الزنقه في اوروبا كتسعى التدبير هو انه بنادم دخل انسبته دي غرض ما وتقول له بقى تماك ما ترجعش التدبير انه الناس اللي في الخارج وكيخدموا في المغرب ما يقدروش يخرجوا ما يقدروش يدخلوا للمغرب يكملوا شغلهم التدبير هو الناس اللي كاينين في المغرب وكيخصهم يمشيو للخارج ما يقدروش يخرجوا للخارج هذا هو التدبير هذا ماشي التدبير التدبير هو العلاج التدبير هو العلاج شكون الامور واضحه فيما يخص العلاج ها زيرو ها زيرو وزيد عليهم جوج زيروات اخرين يا اربعه زيروات الحكومه ديال المغرب وشكرا.